هكذا بدا المشهد هنا في معرة النعمان بعد غارات جوية عنيفة على المدينة. ينفض هنا الأهالي غبار ليلة عصيبة كانت تحت وقع نيران الطائرات والصواريخ البالستية التي أطلقتها بوارج روسية من الساحل السوري. أشلاف الأراضي، يعني إيش بدي أحكي لك؟ يعني الصورة اللي بتحكي، يعني عم نبرق من ناشد العالم، وما يعني حسينا حالنا يعني نحن كلاب عم وجب. يعني مثلا الطيار الروسي اللي قتل قامت الدنيا وما بركت، يعني إيش بدي أحكي لك؟ كل أطفال ونساء يا الله. يعني كثيرا ما يشبه حال المعرة اليوم حال جارتها سراقب جنوب أدلب. بالأمس غارات وقتلى وصواريخ، هي ذاتها فوضى الحرب في كلتا المدينتين. فرق الدفاع المدني احتاجت إلى أكثر من 3 ساعات للوصول إلى الموقع لانتشال القتلى والعالقين تحت الأنقاض. الشهداء حاليا عندنا 12 شهيد، رجل بيناتهم امرأة، 11 رجل بيناتهم وامرأة، صاروا 12 طبعا. الغارات بالضبط 14 غارة، 5 طائرات حربية تناوبت على معرة النعمان. حسب المراصد طبعا، نحن نقول حسب المراصد، في حربي روسي ضرب وفي حربي رشاش ضرب كمان. بات اتفاق خفض التصعيد هشا بعد تلك المجازر التي يرتكبها الضامن الروسي وسط تنديد أنقرة الخجول. تنتقل آلة الحرب العسكرية الروسية من مدينة إلى أخرى لتقضي على كل أشكال الحياة فيها. هنا سقط 12 قتيلا وعشرات الجرحى، ودمرت عشرات المحلات التجارية في ظل اتفاق يدعى خفض التصعيد. أحمد أمين، تلفزيون سوريا، من معرة النعمان في ريف إدلب.